بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فيديو جديد ومعلومة جديدة هنتعلمها مع بعض. هنشتغل على بروجرام الوورد، نتعرف على الانترفيس بتاعه. الفيو اللي قدامنا دلوقتي دوت الباك ستيج فيو، من خلاله بتقدر ان انت تكريت اي تمبلت. لو انا عايز اعمل مثلا سي في هتفرج على التمبلتس المتاحه بتاعت السي في، وطبعا لو انا كنت متصل بالانترنت هلاقي مور تمبلت اكتر من كده. هو شكلها اشكال متنوعه، تقدر تختار الحاجه اللي تناسب ذوقك وتناسب طبيعه العمل اللي انت هتقدم ليه. احنا هنشتغل على بلانك دوكيمنت، ورقه فاضيه خالص. هعمل ماكسمايز من خلال الزوم بار علشان اشوف الورقه بشكل افضل. الانترفيس بتاعنا الشريط اللي فوق دوت التايتل بار بيبقى موجود في اسم الملف، باي ديفولت بيديله رقم دوكيمنت 1 لان دي اول فايل اللي انا افتحه. على اليمين عندي الكنترول بوكس، الكلوز والريستور والمينيمايز، اسم الاكونت بتاعي، طبعا انا داخله باكونت حقيقي يعني ليا يوزر نيم وليا باسورد. على الشمال في الكويك اكسس تول بار، باي ديفولت بيكون 3 ايكونز فقط اللي هو السيف والريستور والاندو. اقدر اعمل له كاستمايز من خلال ان انا افتح المينيو واخد الايكونز الاكثر استخداما بالنسبه لي. انا والله بحب ان يعني انا بشتغل كتير، في بعد ما اخلص شغلي بطبع، فهقول له وريني على طول البرنت بريفيو بحيث ان هو هيوريني شكل الدوكيمنت بتاعي لما يتطبع هيبقى عامل ازاي. انا بعد ما بخلص على طول الفايلز بتاعتي ببعتها على الايميل، فممكن ان انا اضيف ايكون او كوماند الايميل. بمجرد ما بتنتهي من كتابة الملف وتضغط على الكوماند دوت هيفتح لي الاوتلوك في الفايل از اتاشمنت وفي الايميل بتاعي. كل اللي ناقص ان انا اضيف سبجكت لو انا مش حابب ان انا يبقى اسم السبجكت او التايتل بتاع السبجكت بتاع الايميل بتاعي بتاع المسج بتاعتي هو نفس اسم الدوكيمنت، ممكن ان انا اغيره بمنتهى السهوله. مثلا لو انا مثلا ببعت مسج تهنئه او اي حاجه، مثلا هقول مثلا congratulations، او بقدم على شغل فهقول job apply، او ايا كانت السبجكت اللي انت عايز تحطها. و2 هتكتب اسم الايميل بتاع الريسيفر، الشخص اللي هيستلم الايميل بتاعه. طبعا دوت كله هيتم امتى؟ لو انت داخل باكونت حقيقي. تحت التايتل بار عندي المينيو بار، بيتكون من هوم فايل في الاول، وفايل دوت اللي بيودينا على الباك ستيج فيو اللي احنا كنا فيها من شويه. بعد كده هوم، تاب انسرت، تاب درو، تاب ديزاين، لاي اوت، ريفرنس، ميلينج، ريفيو، فيو، وهيلب. كل مينيو من المينيو دي بيبقى تحتيها شريط عريض، الشريط دوت اسمه ريبن، بيتغير بمجرد ما بتغير التاب. كل مينيو ليها، كل تاب ليها الريبن الخاص بيها. الريبن بيتقسم لجروبس، كل جروب بيبقى لها اسم. الاسم دوت بيعبر عن الوظائف اللي هي خاصة بيها، المسؤولة عنها. الريبن احيانا ممكن ما بتلاقيهاش موجودة ظاهرة قدامك نتيجة ان هو معمول لها كولابس. لو هي مش موجودة وشايف المينيو التابس بتاعت المينيو فقط، اقدر ان انا اظهرها تاني من خلال ان انا اعمل رايت كليك واشيل علامة التك من على كولابس الريبن. تحت الريبن بيبقى في عندي الرولر المسطرة، وعندنا هوريزونتال وعندنا فيرتيكال رولر. لو مش ظاهرة عندك تقدر تظهرها من فيو وتحط علامة التاج ديت على الرولر. بعد كده السبيس اللي قدامنا دوت هو السبيس اللي بيعرض الدوكيمنت كله. تحت بيبقى عندي الستاتيوس بار وبيعرض لك الدوكيمنت بتاعك بيتكون من كام صفحة، في كام كلمة، اللغة اللي مكتوب بيها. وعلى اليمين موجود الزوم بار اللي انا بعمل بيه ماكسمايز ومينيمايز للصفحه، زوم ان وزوم اوت، سوري زوم ان وزوم اوت. وعندنا الايكونز ديت بتعبر عن شكل الفيو اللي انت عايزه. الوضع اللي احنا موجودين فيه او الفيو اللي قدامنا دلوقتي ده البرنت لاي اوت فيو، شكل الورقه في الطباعه. علشان يبقى ظاهر قدامنا اكتر المفروض ان احنا بنتعلم ازاي نستخدم او ازاي نعمل فورمات للتكست. عشان كده مايكروسوفت عملت لنا فانكشن اسمها طريقه كتابتها equal brand
يعني راندوم، اختصار لراندوم، هتطلع لي هتجنريت راندوم تكست. بتاخد ايه الفانكشن ديت؟ بتاخد تو انبوتس، اول انبوت تو انتجر، اول انتجر بيمثل عدد الباراجرافس اللي انت عايزها تعمل لها جنريشن، وكوما، وبعدين الانتجر التاني بيمثل عدد السنتنسز اللي انت عايزها في الباراجراف دي. تقفل الاقلاس بتاعتك وتعمل انتر، هيطلع لك تكست. مش مشكلتنا ايه معنى التكست دوت، المشكله اللي احنا نظبط الفورمات بتاعه. الفيو اللي قدامنا دلوقتي، شكل الورقه دلوقتي ده شكلها في الطباعه. لو اخترت بيج ويب لاي اوت هيخلي لي شكل الدوكيمنت بتاعي كاني واقف في ويكيبيديا، صفحه ويكيبيديا. تمام، ارجع تاني ممكن من خلال برنت لاي اوت فيو، ارجع تاني للفيو بتاعي. في كمان فيو تاني اللي هو الريد مود، بيخلي لك الدوكيمنت او السكرين بتاعتك بقت عامله كانك معاك ايباد، وتقدر ان انت تعمل نافيجيشن من خلال الاروز اللي ظاهره قدامك دي. واقدر ان انا كمان اغير المود بتاع القراءه بتاعتي من خلال ان انا اغير البيج كلر. والله في ناس بتحب الدارك مود، ده بالنسبه لها وضع افضل في القراءه، تقدر ان انت لو عايز تقرا الدوكيمنت في الفيو دوت متاح. ممكن كمان اختار الفيو اللي هو بيبقى شكل الورق بتاع الروايات الاميسفير كده شويه. تمام، الالوان ديت مش بتظهر في البرنت، ده جاست على السكرين، لكن لما تيجي تطبع هيطبع عادي على ورق ابيض ما فيهوش اي مشكله. ارجع تاني للفيو بتاعي من خلال برنت، اضغط على برنت لي اوت، او كان ممكن من خلال ان انت تضغط على اسكيب من الكيبورد هيطلعك من الفيو دوت ويرجعك للفيو نورمال اللي هو بتاع البرنت لي اوت. نبتدي بقى في اول تاب معانا، هي تابت هوم. هنشتغل على اول جروب هو الكليب بورد. كلنا بنعرف نعمل كوبي وبيست، لكن في شويه حاجات تانيه نقدر ان احنا نتعلمها مع بعض من خلال الفيديو ده. مثلا انا عايز اخد كوبي من الباراجراف دي، هغير بس لونها علشان تعرف يعني تبقى مميزه عن بقيه الباراجرافز التانيه. هاخدها كوبي، رايت كليك، ممكن ان انا اعمل كوبي، او من الايكون دوت هعمل كوبي، او ممكن بكنترول سي هتعمل كوبي. كوبي يعني نسخ، يعني الباراجراف الاصليه هتفضل في مكانها، والمكان التاني اللي انت هتعمل فيه بيست هيبقى فيه منه نسخه تانيه منها، لكن انت بتحتفظ بالاصل. هاجي هنا اهوت واعمل بيست، هلاقيه قرر لي الباراجراف التانيه زي ما هي قررها لي مره كمان بنفس الفورمات بتاعها. طب لو انا كنت عايزها من غير فورمات، مش عايز اللون دوت يبقى معايا، هعمل ايه؟ انا هاخد دلوقتي بلانك دوكيمنت تانية، وانا عايز في الصفحة الفاضية الموجودة دلوقتي معانا عايز اخد التكست وزود فورماتين. فهاجي هنا افتح الاوبشنز بتاعت البيست، وهختار اوبشن كوبي تكست اونلي، يبقى انا كده اخدت التكست وزود فورماتين. طيب في اوبشنز تانية في البيست، في انا ممكن اخد التكست بيست از ا بيكتشر، وفي الحالة دي لما بمجرد ما بتقف على التكست هتلاقيه ان هو عملهولك حواليه كده هوت بالشكل دوت، ان هو بقى بيكتشر، تقدر تعمل له فورمات كانه بيكتشر بالظبط. ظهرت لي كمان تولز جديدة هي بيكتشر فورمات، اقدر ان انا اظبط الفورمات بتاع البيكتشر. والله عايز اعمل له بوردر، طب شكل البوردر الواتس بتاعه قد ايه، اقدر ان انا اظبط دوت. كل دوت بقى متاح بالنسبه لك لانه هو بقى صوره، ما بقاش تكست، يعني ما ينفعش تعدل على التكست دلوقتي، ما بقاش مسموح، نوت اديتبل. تمام، طيب ايه تاني موجود عندنا في الاوبشنز بتاعه الكليب بورد؟ موجود عندنا فانكشنز او تولز حلوه قوي، هي الكليب بورد ذات نفسها. احنا باي ديفولت لما بعمل كوبي بيعمل الكمبيوتر بيحتفظ باخر حاجه انت عملت لها كوبي فقط. طب لو انا عايز احتفظ باكتر من حاجه زي ما موجود عندنا في الموبايل في كليب بورد، لو انا عايز اشوف الفانكشن ديت متاحه ولا لا على الكمبيوتر
كمبيوتر لازم تبقى مأكتف الكليب بورد من خلال اللسان الصغير ده وتفتح الكليب بورد. دلوقتي أي حاجة حضرتك هتعمل لها كوبي هيبقى موجود منها نسخة، مش لازم اللي أنت تروح على طول وتعمل بيست. لا أنا والله اللي غيرت مثلا في الفورمات دوت وبعد ما غيرت تعالوا نعمل كوبي هتلاقيه ظهر عندي في الكليب بورد، وهاخد باراجراف تانية وأغير في الفورمات بتاعها برضو وأعمل كوبي برضو. نجرب بالرايت كليك مرة كمان تمام. ولو رحت على الدوكيمنت التاني بتاعي وفتحت الكليب بورد هلاقي كل الحاجات اللي انا كنت اعمل لها كوبي متاحة ان انا اعمل لها بيست دلوقتي. هختار هو انا عايز انهي حاجة، مثلا لو عايز الباراجراف دي هلاقيها متاحة، لو عايز دي هلاقيها متاحة. دوت هيبقى متاح امتى؟ لو انت منشط ومأكتف الكليب بورد، فيما عدا ذلك مش هتلاقيها الاوبشن ده متاح، والديفولت ان الكمبيوتر بيحتفظ باخر حاجة انت عامل لها كوبي.